عن أي متابعة للأخ مصطفى الزياتي. أولا، رغم ما احنا ما غناقشوش ما لحقاني من ظلمة ولا، ولكن أنا لن أنسى العلاقة الطيبة اللي كتربطني بسي مصطفى أو بنور الدين أو بالحاجة الوالدة ديالهم أو بالإخوة ديالهم أو أولاد ولادهم. عائلية ماشي عائلية، أنا مصطفى راه أكثر من عائلية، وانا ربما غنقول وانا متاثر اليوم ان يوم وفاه الاخ الله يرحمه ديالي الاستاذ نجيب البوداري، انا باقي مصدوم كنلقى بجنبي الحاج مصطفى الزياسي واسامه الناصري، والوقفه اللي وقفوا معايا ذاك النهار عمر ما غتمشي ليا من الذاكره ديالي، انا كنقولها ومعاهم حتى السي محمد الشوار رئيس الاتحاد، لان كتربطنا علاقات ماشي علاقة الجوار هنا في المحمدية، علاقة عائلية مجدرة تاريخيا، راه من الوالدين ديالنا الله يرحمهم، من راه كنا عائلة واحدة. فلهذا أنا كنقول في هذا الأمر اللي كيهمني أنا، الملف الوحيد اللي عندي في المحكمة هو ضد مصطفى الزياتي، أنا أتنازل بدون ما نوقع شي وثيقة ولا هذا، هو بمنبر إعلامي عن أي حاجة فيما يخصني مع احنا دابا وكنا دابا بالنسبه شوف السي بالبودالي، حنا كنعرفوا القيمه ديالكم داخل فريق شباب محمديه اللي ضالين هذا الشو، الكلمه ديالكم